كسو دواده دقيقه وررك افريكا بري وسيديدي في نيمو او جو اه طلبدان ايدن هيا وها كميدا 12 سنه كدب دغمدي حره دهره شباب وي كبخين واخ دغالا كما دحين بلس دولتا ايا حالي الا يا ساكه هجوم ار يا دول اه ديغانده سي كودي شباب كنا وحي اومقدان اني سن ديار او اهين دغال فول كفول اه الله أكبر 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 الله أهل كان أحير ويالو حير كاسنا اللو دايو أو حكم كان دلك أنا اللو قفو لنين دات كان نوادد إهل وذا غرابة ونكاد غرابة ما أنا ساس مو أغاني وحان واق أرسنا وارد أهربين معلكرنا وميا مركا بل انت غرابة نواي جوكتا وغرابة سوء بلاح مغنطهي وحاك عصنا يا محكمة تلفتلة كيس كان دب واحد نوعي نوع لكت مدعويني عسي الشيخ محمود بيدابو قاري شرد بو هشيسين ايا لو بلانسيه هي بس معارض كونفر قلبيد يا مدعوين عبد العزيز لفتا قرين ولي وي كلفو جيهين مدحي مافيا دا تليانيغا او صدن سنه للرادينيي شلاي با لقبتي اسقو ميل قرسوديا اسكو دوينيا وهاك ان كو بلابي دغمدا حرا ديره او 12 سنه يا ديرات اي شباب كو حكوميين مانتا ايي بنيين سي نبد او وها كو غلاي عيدنكا دولدا qabashadan ayaa ah mid si gaar ah looga shaqeeyay ciidanka danab ee sida gaar u tababaran iyo ciidanka gorgor ayaa dhinac walba kaga yimid magaaladan halayna waxa jirtay duqeyn maalmahan hujum dagaal ayaa socday shabaabkuna markay arkeen inaysan u babac dhigi karin awooda xaradheere ku soo socota ayay si nabad ah uga tageen duulanka waxa la sheegay halay ilaa iyo saakaba inuu socday oo deegaanada labada gobol waa mudug iyo galgaduudba laga qaaday dadkuna waxay ku tirinayaan istaraatiijiyada loo qabtay xaradheere inay ahayd mid aad u xal dheer waa magaalo muhiim ah xaradheere galgaduud iyo mudugna laf dhabar u ah waxa muuqata shabaabku inay xeeladeysanayaan oo dagaal waji ka waji ah aysan hadda diyaar u ahayn qabashada degmada xaradheere ee taariikhiga ah dhowr maalmood ka hor xasan sheekh maxamuud maruu gaaray gobolka shabeellada dhexe ayaa wuxuu yiri waxa noo balan ah xaradheere isagoo waliba ballanqaad raaciyay ballanta maanta aniga aan kaga tagayo waxay tahay kulankan kulanka ku xigoon isku imaanayno xaradheer aan isugu imaanayna garaadana waa mudantiin biladana waa mudantiin waana haynaysaa insha Allah diyaalira way imaanaysaa anaa ballan qaadayo in maalin maalmaha kamida deegaankan inta nimaada dad bilad geysi ana loo xiro kuwana darajad zaaid la dalacsiyo ay qaataan anaa ballan qaadayo taas ilaahay ilaahay idinkis وهجاك وان كسو نقن دونا دغالدا شباب ان مقدسه ادنو محكمه ملتري او مقدسه كوتالا ايا مانتا حكم دل ا كريداي عسكري ديلي دور معلومات كهور نيم بجاجلا اه او بلعد كو توغتاي باد بو كربي با لا ييري بلس محكمه ارين عجيب ابا كدحداي نينك دلكا جيستاي اي حكمكا او كو دحاي وحو شيغاي نينكي او كو ديلي بلعد اني قرابيه اهل يهين قرابدنا او خير او يالو وحونا محكمه كودسد ان خيركاسي لو دايو او لبد قويس او اي ككلا دشين وا اسغا دلكا جيستاي اي نينكو ديلي ارينكا لو دايو عجيب بي امورتاسي كو نوقتاي كاغا سي درانه قرانكي او دوداي نينكان واخ ديلي ايا اسنا وحو ليهي حكم كان هلو دايو خير قبيل بس محكمه وها سو دن دجلق ما ايسان سينين او حكم دل اه ايو كورنيل شوتي كو دواقي دد كان نوا دد اهل ودا قرابا نينكا قرابنا أنا ساس مو أغاني وحان واق أرسنا وارد أهربين معلكرنا وميا مركا بل أنت غرابا واي جوكتا وغرابا سوء بلاح مغنطهي وحاك عصنا يا محكمة تلفتلة إنه يقول كيس كان دب واحد نوعي نوع لكت مدنا قد دومي قرص على المحكمة تلفتلة وحاجرو هشيس ودحايو إهل لذا إذا يسانها إيه مرحومك هشيس ودحايو أيا جرو xeer ay leeyeen waa dad ehel ah waa dad walaal ah waa ka wada fadhiyaan heshiiskoodana maxkamadda horkeen doona dood dheer kadib wada tashiga garsooriyasha kadib markay arkeen qiraalka eedaysan xasan juula shaakir gacal oo ahaa inuu isagu sababsaday marxuumka markay dhageysteen maraga oo sheegay in eedaysanaha uu si bareer ah u dilay marxuumka
محكمته وحاو عداته إن أدي سنها أو جلدن بجلوسه إيدي أو أح إن أودل برير أو جشتي مرحوم علي تلي عريف وحين محكمته كحكم تيدل توجشة أو أح قصاصة مرحوم علي تلي عريف محكمته أيانا كسو صار دانتو سيدا أقول شخصيها بدن حكم جديها لحري ركيس كان يو هبرع عديسة وبالله التوفيق وانكي لبات أو أسبوعاً حكم دلة لقفوليو واحد من مودائنو دقن قلي أمركي حسن شيخ محمود مدحوينها الصومالية إيه قفكي قف دلة وإن لدلو بل سولي واحد تاغن سؤال جواب لو لأيهي أوه محيطهي أسكرتن دادك اللاي نيسا وحا كسا بابايا دادك قار وحي آمن سيهن إن من دوريها شاتك إيه وحيابها كلا لغو سخرامو أي قيب كتهي أسكرتو إني كوني الردان إني قف شعبا حبت كنفتان مالين عد وهجاك هات النهيران دقموين ككويا لا انت بضم بارق هيران شبابكم مدب بضم بالغو حريي او مجهوغان بل سوحا لو مارا لأي هاي قرحيو لسو قرشيي لسو نظاميي او حليي ذي ارور تقنعه يانا اذي كدين شاكداس ياسين علي احمد ايا واربحين تن بلدوينك صدري او كوي ايقايا انت قرح ايكادع ذي دقموين كحورتا اه هيران gobol ka heeran oo lagu tiriyo inuu yahay xudunta iyo barbilowga dagaalka hadda ka soconaya dalka ee lagu gumagacdaray dib u xurinta isla markaana ku dhawaad sanad si toos ah u soconaya waxa lagu guuleysan gacanta dawladda sanada kadib la soo geliyo dhamaan degmooyinka iyo deegaanada ku yaala bariga iyo waqooyiga gobolka Hiiraan ilaa xuduudda gobolka Shabeellada Dhexe al shabaab ayaa si buuxda deegaanadaas looga gafaray maroojiye laakiin waxa soo laabtay muddo kadib cilada waaweyn oo u baahan xal u helid degdeg ah waxa ka yar laba toddobaad al shabaab ayaa qaraxay ismidaamina waxay ka geysteen saddex ka mid ah shanta degmeey rasmiga ah ee gobolka Hiiraan iyo magaalada Facaweyn ee Halgan degmooyinka qaar ayaa marti geliyay min laba qarax oo mataana aha waxana ay kala yihiin degmooyinka Jarlaqsi iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan sidoo kale magaalada Halgan iyo degmada Boolabirde ayaa marti geliyay min hal qarax oo ismidaamin aha iyadoo dadka loogu waayay inay gaarayaan qaraxidaas in ka badan 100 qof iyo dhaawac tiro ku dhow 100 qof haddaba maxaa sabab u ah arrintaasi tali xigeenka booliska gobolka Banaadir Cali Dhuux Cali Maxad ah oo ka hadlay qaraxii ugu dambeeyay saakay ka dhacay magaalada Halgan ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in habacsanaan ku timid howlgaladii ka soconayay gobolka Hiiraan al shabaabna aysan la kulmin wax duulan ay sababtay in iyagu ay weerar ka geysteen magaalooyinka waaweyn ee gobolka Hiiraan iyo deegaanada dhawaan laga saaray Yasiin Cali Axmed daqiiqadaha wararka Baladweyn وهجاك هاتنا بيدبو حسن شيخ محمود ايا بيدبو ما انت غاري وها لا قرشينيا ان شير دبو شيسين هلكا او كدحو بل سؤالها تاغان ايا شركن حل مو يهي خلافك كو تاغان مدخيلاتك عبد العزيز لفتا غارين او معارضك اي امنسين انو سن حق هين وها لا شيغيا معارضك ديدنا لفتا غارين اني ايغون هلكا سي تاغيان وها اسكو هايستي او وين وا مدة هل سنه او بارلمانكا كونفر قلبيد اي عبد العزيز لفتا غارين اوغو دارين هلكا سنانا مدحوين عبد العزيز و خو كا قاتاي لبا بيلود دوان بين دبا وها كا دحاي دولان لوو قاداي وزير فرغيتي غور او لها دمشانا كا دحداي ولينا وي كلا تاغان يهين معارضكا اي حكومه عبد العزيز لفتا غارين وها لغا ورسوغينا وا وها او كو دمادو شركان بين دبا لغا قرشينايو هاتنا تاليانيغا burcadkii ugu weynaa talyaaniga sida weyna loo doondoonayay muddo 30 sano ah ayaa isbitaal isagoo lagu daweynayo la qabtay waa Matteo Messina oo ah nin muddo badan talyaaniga iyo caalamka dhanba uu baadi goobayay waxaa la sheegay ninkan inuu madax u ahaa kooxda mafiyada loo yaqaan Cosa Nostra ninkan isagoo maqan ayaa xabsi daa'in lagu xukumay qabashadiisana waxaa loo arkaa guul weyn oo laga gaaray mafiyada talyaaniga ee taariikhda u leh tuuganimada xatooyada iyo dhaca iyo dilkaba barnaamijkeena daqiiqadaha wararka intaas ayaan ku ekeynaya waad ku maasantii daawashadina tan iyo kulankeena kan xiga nabadgelyo